بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلمون جميعا من أجل الحفظ يقرؤون آية الكرسي، وهي الآية 255 من سورة البقرة. فينبغي أن نعرج عليها قليلا، لأنه لا يحسن أن نتوسع كثيرا ويضيق المجال عن ذلك. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو، لا إله أي لا معبود بحق سواه. تصور بعض الناس أن العبادة بيركع بسجد لفلان. أنا ما بركع لأحد ولا بسجد. عندما تخضع لأوامر فلان وتستحل طاعته في غير معصية الله فقد عبدته. فالإله المعبود بحق هو الله وحده، لأنه يتصل بهذه الصفات. من هذه الصفات حفظك. أمهاتنا من قديم تعلمنا نقرأ آية الكرسي للحفظ. نعم، في حديث في البخاري أن أحد الصحابة، ما أذكر اسمه، وكله الرسول صلى الله عليه وسلم بحفظ الصدقة، يعني التمر الذي يؤخذ من الزكاة ويوزع على الفقراء. قال: فسهرت عليها، فجاء مخلوق إنسان وحثها منها، فأمسكت به، فإذا بي أرى يديه يدي كلب، ما هو بني آدم. فاستغربت وقلت له: أخذك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لا تفعل، إنما أنا صاحب عيال وأخذت لعيالي. وحلف أن لا يعود، فتركته. وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد كذبك وسيعود. فرصدته في الليلة الثانية، فجاء يحثو، فأمسكت به، فقلت: لأخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لن أعود، وأقسم أن لا يعود. فتركته. ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سيعود. لما رصدته الثالثة وأمسكت به، قلت: لا، هذه ثالثة وسأخذك إلى رسول الله. قال: أرأيت إن علمتك شيئا ينفعك؟ وكانوا رضي الله عنهم حريصين على المنفعة. فقال له: قل. قال: إذا قرأت آية الكرسي كانت لك من الله حفظ ولمالك، فمن قرأها صباحا حفظه الله ليلته نهاره، ومن قرأها مساء حفظه ليلته. فتركته وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لقد صدقك وهو كذوب. أتدري من تذكرت أبو هريرة الذي يحدثه؟ أتدري مع من تتحدث يا أبا هريرة؟ قلت: لا يا رسول الله. قال: إنه شيطان. شيطان تصور على شكل إنسان وجاء يسرق من الصدقة، ولكن عندما نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونقرأ آية الكرسي يمنع عنا هذا الشيطان، بل يحافظ المسلمون عليها صباحا ومساء قبل النوم. الله لا إله إلا هو، يعني لا طاعة ولا خضوع إلا له. لماذا؟ الحي القيوم، هو الحي القيوم. الحي حياة تامة وكاملة، فهو الباقي بلا نهاية. كل المخلوقات تموت، أما الله حي لا يموت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. القيوم، وفي قراءة القيام، أي قائم بنفسه وقائم بشؤون الكون. اسمع أيها المؤمن، من تطيع أنت؟ ما بطيع واحد زبون الحبس
لا تستطيع الأطباء أن تخرجه له إلا بصعوبة أو ربما لا تستطيع، لأن أحد الأشخاص تحبس بقوله سأقول الإصلاحات وعمليات وما أدري إيش وقسطرة، بعدين صارت تشتغل الكلاوي وطالع الماء وتخلي حمض البولة جوه ومات. أنت تطيع من يقوم بأود السماوات والأرض، يعني عندما أرفع يدي الله وضع فيه الروح حتى ترتفع يدي، إذا أخذها لا أستطيع أرفعها. اللقمة عندما تبتلعها تدخل في جوفك ويضغط عليها المري حتى يوصلها إلى المعدة، المعدة تفرز إفرازات تناسب هذا الطعام الذي نزل إليها. من الذي فعل ذلك؟ الله. فالله قائم بك، فلماذا لا تطيع هذا الإله الخالق العظيم الذي يعلم مصلحتك الحي القيوم؟ لا تأخذه سنة، السنة النعاس، بينما المخلوقات كلها تحتاج إلى النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. لو كان الله بده ينام ويغفر عن خلق كان خلق راح. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات، له ملكا وتصرفا. ما في السماوات، ماذا في السماوات من أبراج وأفلاك وشموس وأقمار، درب التباني واحد من هذه الأقمار والأفلاك. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وتصرفا. كل ما تراه في الأرض من خيرات خلقها الله لك، ومن خيرات خلقت لما خلق لك، كلها من الله، ويتصرف فيها الله ويوجدها لك الله. فلماذا تغفل عن الله أيها المؤمن أيها الإنسان؟ له ما في السماوات والأرض، ومن ذا الذي يشفع عنده؟ بعض الناس أمن حاله، بيشفع للرسول، بيشفع للنبي، من ذا الذي؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وبإذنه الشفاعة للمؤمنين، أما الكافر لا تنفعهم شفاعة الشافعين. فلنكن من المؤمنين ولنتخلى عن إشراك الله بطاعة غيره والتبعية لغيره. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم مما قدموه، وما خلفهم مما سيعملوه في المستقبل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يؤوده له ما في السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض. في حديث قبل أن أنهي كلامي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض وما فيها بالنسبة للسماء الدنيا كحلقة ملقاة في فلاة، والسماء الدنيا بالنسبة للثانية كحلقات ملقاة في فلاة، وهكذا الثالثة، والسماوات السبع ومن فيهن بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. فأنا الذي أتصوره من هذا الحديث كأن كرسي الله سبحانه وتعالى محيط بالكون كله، سمواته وأراضيه، والله مطلع على كل شيء وهو الذي يسير الأمور. واسع كرسيه، الكرسي مخلوق لا يعلمه إلا الله، ونحن نسلم أمر علمه إلى الله. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يثقله حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. أود أن ألفت النظر إلى أمر أيضا، بعض الأشخاص يعتقدون أصلحهم الله وهداهم إلى التوحيد أن العلي هو علي بن أبي طالب وأنه عظيم. هذا الكلام كفر، من يعتقده يعتبر نفسه خارج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نحب علي ونحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نؤلههم. هؤلاء يظنون أنه العلي، السياق الآية لا يدل على هذا التخريف الذي يقولونه. الآية كلها تتحدث عن الله الذي لا معبود ولا مطاع سواه، وهو العلي، هو سبحانه وتعالى العلي المستعلي على خلقه، مثل ما قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الذي ليس كعظمته أحد في الوجود. والحمد لله رب العالمين.